في ظل انتشار فيروس كورونا اللي فيه توقعات انه يكون في موجة تانية منه وفي مخاوف كبيرة منه، في قطاع مهم جدا وهو قطاع الدواجن. عاوزين نعرف من حضرتك أهمية الأمن الحيوي وتطبيقه في مزارع الدواجن. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بالنسبة لموضوع الأمن الحيوي، هو موضوع الأمن الحيوي أو الأمان الحيوي هو موضوع في غاية الأهمية، وهو يعتبر دلوقتي يعني الركن الأساسي في صناعة الدواجن أو في إنتاج الثروة الحيوانية مجمل. الحيوانية يعني ممكن كمان في المزارع طبعا الثروة طبعا الحيوانية الأمان المواشي. الحيوي، الأمان الحيوي هو عبارة عن منظومة. ما معنى الأمان الحيوي؟ الأمان الحيوي هي عبارة عن مجموعة من الإجراءات الوقائية، مجموعة من الإجراءات الوقائية، يعني الأول إجراءات وقائية الهدف منها منع وصول المسبب المرضي للكائن الحي. لو أنت حتى حضرتك بتقول لي جائحة الكورونا، تعال نطبق الكلام ده برضك على منظوم أو على مصطلح الأمان الحيوي أو الأمن الحيوي. مجموعة من الإجراءات الوقائية الهدف منها أولا منع وصول المسبب المرضي إلى الكائن الحي، وفي حالة وصوله نقدر بمنظومة الأمن الحيوي إن نخلي هذا المرض في الحد الأدنى الذي لا يحدث عنده الإصابة. ولغاية سنة 2000 كان هذا هو التعريف أو التعريف الضمني لمنظومة الأمان الحيوي. تمام. مع بداية ظهور الأوبئة الحديثة والأوبئة المستوطنة سنة 2006، لما حصل المشكلة بتاعت إنفلونزا الطيور وابتدت تحصل ويفات عالية جدا من الأمراض الحديثة، تم إضافة مصطلح صغير كمان إلى هذا التعريف، اللي هو مجموعة الإجراءات الوقائية، وبقى إيه الحاجة التانية؟ الحاجة التانية مصطلح الاحتواء الحيوي، اللي أنا لا قدر الله لو حصل إصابة مرضية في مكان أو في موقع، اللي أنا أعمل عملية احتواء لهذا المرض في هذا الموقع ما يخرجش منه تاني. وبالهذا فهي مجموعة من الإجراءات الهدف منها منع وصول المسبب المرضي، إجراءات وقائية، وفي حالة دخول المسبب المرضي يفضل في الحد الذي لا يحدث عنده الإصابة، ولا قدر الله حصلت الإصابة ما خرجوش من الموقع اللي هو موجود فيه، لمزارع تانية أو أماكن تانية أو عنابر تانية مثلا. وتنتهي هذه المشكلة عند هذا الحد، زي في بعض زي ما حضرتك ذكرت مثلا في أوروبا والاتحاد الأوروبي أو طبعا. في أمريكا، عندهم من التولز وعندهم من الاقتصاديات اللي هي تسمح بعملية الراديكيشن أو عملية الاحتواء التام لهذا المرض، حتى لو وصل اللي هو يعدم كل القطعان بحيث اللي هو ينتهي من هذا الوباء. ده هو مسمى أو تعريف الأمان الحيوي. أو هو إيه؟